على هامش اجتماع مجموعة العشرين في روما، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعلم أن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون كذب عليه بشأن المفاوضات السرية بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا حول اتفاقية دفاعية أدت إلى نسف صفقة لبيع كامبيرا غواصات فرنسية. الرئيس الفرنسي وفي رده على تداعيات الأزمة بين البلدين أكد أنه يكن الكثير من الاحترام لأستراليا والكثير من الاحترام والصداقة لشعبها، وأضاف أن ذلك يجب أن يكون متبادلا بين الطرفين وأن يكون أسلوب التصرف وفقا لهذه القيم. وأجرى ماكرون الخميس محادثة هاتفية مع موريسون هي الأولى منذ الأزمة التي اندلعت منتصف أيلول سبتمبر إثر إعلان الشراكة الجديدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، حيث أشار ماكرون خلال الاتصال إلى أن قرار كامبيرا الأحادي تقليص الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال إنهاء برنامج الغواصات من فئة المحيطات لصالح مشروع آخر لم يتم توضيحه بعد، مؤكداً أن القرار كسر علاقة الثقة بين فرنسا وأستراليا. وكانت فرنسا عبرت عن غضبها بعد قرار أستراليا المفاجئ فسخ عقد لشراء 12 غواصة فرنسية ذات دفع تقليدي بقيمة 90 مليار دولار أسترالي، ما يعادل 55 مليار يورو.